شهداء الجيش اللي بيضحوا بأرواحهم عشان حضراتكم وحضراتنا نعيش. حاجة جميلة جدا وملحمة قوية جدا الصراحة. الواحد يعني حتى لما سمع يعني مداخلات أولياء أمور أو أبهات الشهداء كانت تديك ابتسامة أمل قد إيه في ثقة قد إيه في إيمان. أكمل كلامي عن لقاء اليوم. نادي الأهلي مواجهة مهمة جدا أمام النجم الساحلي وتكررت كثيرا، ولكن النادي الأهلي كان له الغلبة في النهاية. خلينا أقول لحضراتكم أن بداية المشوار من النادي الأهلي من أول بطولة خدها في 1982 لم يكن سهل، ولكن روح الفانلة الحمراء شيء لا نفقده أبدا، وهو ده شعار كل الجمهور اللي ماشي في كل مكان واللي هيكون إن شاء الله بيكسر الدنيا في ملعب برج العرب. أخش مع حضراتكم لبداية المواجهات النهاردة إن شاء الله الساعة 7 نادي الأهلي والنجم الساحلي في برج العرب. أكمل مع حضراتكم أن نتيجة الأمس كانت 3-1 للوداد الرياضي المغربي، فاز على اتحاد العاصمة الجزائري بثلاث أهداف مقابل هدف وتأهل للمباراة النهائية. ومنتظر مين هيطلع من مواجهة اليوم النادي الأهلي والنجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي. خليني أقول لحضراتكم تاريخ المواجهات الأهلي والنجم الساحلي. الأهلي والنجم الساحلي تلعبوا مع بعض 12 مباراة، عدد المواجهات 12 مباراة، مرتين فوز للنادي الأهلي، الفوز 3 مرات للنجم الساحلي، وهزيمتين للنادي الأهلي وأيضا هزيمتين للنجم الساحلي، 7 مرات تعادل ما بين الاثنين، 13 هدف و11 هدف، 13 هدف أحرزهم مهاجمو النادي الأهلي و11 هدف لفريق النجم الساحلي. وأكبر هيفي سكور ده على فكرة إفريقيا وعربيا كان نهائي 2005 اللي كان في ملعب الكليه الحربيه 2005 3-0، كانوا بوتريكا وبركات واسامه حسني، واكبر فوز كان 3-1 للنجم الساحلي ده على النادي الاهلي. خلينا نقول احصائيات الاهلي والنجم الساحلي في افريقيا فقط. النادي الاهلي كان 10 مواجهات ما بينه وما بين النجم الساحلي، مرتين فوز للنادي الاهلي، 3 مرات فوز لفريق النجم الساحلي، التعادل 5 مرات، والاهداف 7 للنادي الاهلي ايضا 7 للنجم الساحلي. ونفس الموضوع اكبر هيفي سكور او اكبر نتيجه فوز كانت 3-0 للنادي الاهلي في 2005 و 3-1 للنجم الساحلي في افريقيا. ترتيب المجموعه الرابعه كان النادي الاهلي تاهل ازاي بقى نبتدي في مشوار الفريقين. كان النادي الاهلي تاهل ثاني المجموعه في الرابعه بعد الوداد المغربي، كان عنده 12 نقطه والنادي الاهلي حصل على 11 نقطة عشان يتأهل للمواجهة اللي بقى في الأدوار بعد كده اللي قابل فيها فريق الترجي التونسي. خلينا نقول إن النجم الساحلي كان هو متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وكان بعده في رفيارو في المركز الثاني بثمان أهداف. هدافي الفريقين في البطولة دييجو فارياس أكوستا البرازيلي ب4 أهداف، وفي النادي الأهلي النيجيري جونيور أجاييل إن شاء الله يكون له دور كبير جدا النهاردة في مواجهة دفاعات النجم. مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية مشوار مهم جدا، هبتدي مع حضراتكم في الأهلي ابتدى ببيدفيس وبعد كده مر للأدوار المقبلة. طبعا المجموعات كان فيها مواجهات مهمة جدا، كان أبرزها مواجهة الوداد المغربي اللي دلوقتي وصل للدور النهائي، وده بيبين لك أن قد إيه مجموعة النادي الأهلي كانت قوية، عشان كده النادي الأهلي تأهل في مشواره لم يكن سهلا. بقول لحضراتكم ما فيش بطولة النادي الأهلي خدها في دوري أبطال أفريقيا إلا وكان فيها العديد من المراحل الصعبة. خلينا نستعرض مع حضراتكم رحلة الجمهور، الجمهور العظيم، جمهور الأهلي اللي هو المحرك الرئيسي لبطولات النادي الأهلي عبر تاريخه، الجمهور اللاعب رقم واحد، الجمهور اللي لما يكون موجود بيكسر الدنيا كلها، ورحلته هو رايح ملعب برج العرب حاجات جميلة جدا. جمهور النادي الأهلي يا جماعة لما تشوفه تحس بحاجة تانية، ممكن تبقى أهلاوي بسبب جمهور النادي الأهلي لأن عشق ويعني أغاني وأماني وكل حاجة حلوة أنت عايز تشوفها في كرة القدم تشوفها مع جمهور النادي الأهلي. نطلع ونشوف جمهور النادي الأهلي ونرجع.